تشاهدون الآن. مصر تقريباً أكثر من 95% منها صحراء. السياحة الصحراوية دي عايزين نعرف إنها بتمثل دخل تقريباً 10% من مستوى الدخل السياحة في العالم. الرالي لما بيوصل منطقة زي دي بيشغل المنطقة كلها. بداية السياحة الصحراوية اللي بجد في البلاد دي مصريين، زي ما احنا نروح ننبهر بالتلج في أوروبا هو بنبهر بالرمل. السياح الصحراء مختلف طبعاً، هو عارف إن هو طالع كل حاجة بتتعمله مخصوص. أنا كل سنة ناس بيكلموني من الإمارات ومن السعودية متسابقين عاوزين يجوا يسابقوا بأي طريقة عندنا. في منظومة في دبي وفي السعودية وفي عمان وبعض الدول الأشقاء بيعملوا من السياحة دي عائد يوازي كأس العالم. السياحة البيئية من أشهر أنواع السياحة في العالم، وعندنا في مصر أبرز أشكال السياحة البيئية وهي السياحة الصحراوية، واللي بتعتمد على مشروعات سياحية تصممت على الطراز البيئي في قلب الصحراء، وبتقدم خدمات فندقية 5 نجوم في قلب الصحراء، يعني أحلى أكل وتزحلق على الرمال أو ساند بوردينج أو رحلات السفاري. بجد أيام عمرها ما تتنسي، وأحلى 1000 مرة من الساحل والجونة. تخيلوا أمواج ملهاش نهاية من الكثبان الرملية. كمان في دول برعت في سباقات الرالي الصحراوية وحققت أرباح ضخمة لأنها رياضة عالمية، زي المملكة العربية السعودية مثلا اللي النهاردة بتتصدر قائمة الدول في سباقات الرالي، ويكفي أنها استضافت رالي داكار الدولي مش مرة، دي أكتر من مرة. وبرضو مصر فيها ناس جامدة جدا في سباقات الرالي ويقدروا يحققوا عوايد ضخمة للسياحة البيئية الصحراوية في مصر، بس نديهم الفرصة. طيب هل الحياة وردية في السياحة البيئية الصحراوية على الطراز المصري؟ أكيد لأ، وبتواجه تحديات كبيرة، ولكن عندنا الجدعان صامدين، هم تحسهم اتخلقوا للصحراء عشان كده أبدعوا بجد. شايفين الجمال؟ كل ده في صحراء مصر. قدرنا ان احنا نجمع 4 من ايقونات السياحة البيئية الصحراوية، وكل واحد ليه تخصص وفاهم فيه كويس قوي ومشهور في كل حتة وفي كل اسواق السياحة الصحراوية سواء المصرية او العالمية اكتر ما هو مشهور في بلده، لكن عندهم اصرار واخلاص على النهوض بيها ومواجهة كل تحدياتها. تعالوا في البداية نتعرف عليهم. انا اسمي محمد طحون، انا مؤسس كامب رمالي ريان جلامب وكامب قصور العرب هنا في الفيوم في أندية مشرفينا طبعا في رمال الريان. الفكرة أن أنا قررت أشتغل في السياحة لما لقيت أن في ازدياد في الدول المجاورة وفي العالم لفكرة السياحة البيئية، فقررنا أن احنا نعمل كامبات علشان نقدر نخدم بيها السياح اللي هم حابين يستمتعوا بالطبيعة يلاقوا level of comfort مناسب لهم. اسمي هاني عمر، أسست شركة اسمها Desert Adventures Egypt متخصصة في سياحة السفاري، واحنا اكتر بنتعامل مع الاجانب اللي جايين من بره مصر او المقيمين في مصر. كل شغلنا كان مع الشركات والاجانب وشركات البترول والسفارات. احمد السرجاني، مؤسس شركه بوصله لتنظيم السباقات الصحراويه. انا بقالي 25 سنه بخش الصحراء كسياحه، في ال 11 سنه اللي فاتوا عاملين 36 رالي. أنا مصطفى العربي، مؤسس شركة وان سفاري، شركة متخصصة في السياحة الصحراوية. شفنا حاجات في الصحراء كتيرة جدا حببتنا فيها، من أماكن ومناطق وواحات وحاجات كتيرة جدا حببتنا في الصحراء والسياحة البيئية والصحراوية. بنطمع إن احنا نقدم حاجة جديدة تفيد السياحة الصحراوية في البلد. واحنا رايحين الفيوم عشان نقابل جدعان الصحراء أو أيقونات السياحة الصحراوية في مصر، خدنا معاهم طريق شمال بحيرة قارون وقطعنا رحلة مدتها 3 ساعات في الصحراء، جبال صخرية، كثبان رملية، وديان، بحيرات. بجد سبحان المبدع اللي أهدى لمصر كل الجمال ده. تخيلوا معانا الصحراء تحولت لمتحف مفتوح من المنحوتات الجبلية بسبب الرياح، والطيور المهاجرة كانت معانا طول الطريق، والفلامينكو اللي اتفاجئنا بيه وهو بيهاجر من قارة لقارة، وبالمناسبة ده من الطيور المهددة بالانقراض وموجود في اتفاقية سايتس العالمية لحماية الحياة البرية. وعدينا جنبه عند البحيرة وكأننا بنمر على مكان مقدس وخايفين حتى نضايقهم. وصلنا الفيوم وبدأنا نستعد للقاء أجدع ناس في الصحراء في مصر، وبالمناسبة اللقاء كان في رمال الريان جلامب في الفيوم، ومش هبالغ لما أقول إن ده من أجمل فنادق العالم الصحراوية، وأنشأوا مجموعة من أجدع شباب مصر اللي بيعشقوا الصحراء، واللي في مقدمتهم الوحش اللي قدام حضراتكم محمد طحون.
في البداية طاحون، حابين نعرف من وجهة نظرك ايه هي مفهوم السياحة البيئية او السياحة الصحراوية؟ الناس ممكن تسمع سياحة صحراوية سياحة بيئية، لكن الناس ما تبقاش مدركة هي واخدة مكانة ازاي دلوقتي في العالم. هي فكرة السياحة البيئية او السياحة الصحراوية او السياحة الطبيعية ان بقى في ترند قوي جدا او اتجاه قوي جدا عالميا واقليميا وكمان في مصر للسياحة الداخلية، ان الناس عايزة تستمتع بالطبيعة. طبعا السياحة التقليدية او الموجودة في الفنادق الكبيرة والفنادق الضخمة وكل حاجة ليها طبعا سوقها وقوي جدا جدا ودي الاساس، لكن في تنوع للمنتج السياحي، في عندنا منتج السياحي على البحر، في الثقافي، في الديني، في الرياضات، و فعندنا في كل مكان ليه طبيعة. الطبيعة دي سواء في الاكل او في اللغة او في المظهر او في الشكل او اللبس. في نوعية من الناس طبعا زي ما الايقونات زي ما انت قلت الكبار دي، او زي ما احنا كنا بنستمتع بالصحراء، نطلع نبات في الصحراء، نعمل كامبينج في الصحراء. دي نوعية ناس ونوعية من الاجانب مهمة جدا جدا، ومصر سباقة دايما فيها. في ناس عايزة مستوى معين من السيرفيسز يبقى موجود، بقى يظهر فيه كامبات او مخيم بيئي او مخيم بدوي او مخيم سياحي. وبعدين في ناس مستوى اعلى وعايز مستوى برضه يبقى في الطبيعة بس مستوى 5 نجوم. هي الكور بتاعها ازاي استمتع بالطبيعة على وضعها بدون المظاهر المدنية المتكلفة. هل يا عمرو انت على تريب ادفايزر، وتريب ادفايزر دي من اكبر المنصات العالمية لاختيار الاماكن السياحية وبتدي رأيها في الاماكن السياحية، فانت رقم 3 من التور جايد الموجودين في مصر وبتحتك بالاجانب كتير قوي. من منظورهم السياحة الصحراوية والسياحة البيئية في مصر هم شايفينها ازاي؟ هو الأجانب لما بيجوا مصر هم عايزين يشوفوا حاجتين مهمين قوي، إذا كان طبيعة في البحر أو طبيعة في الصحر. هو الأجانب لما بتيجي بتبقى مبسوطة جدا بالجو، مناسب جدا في مصر بالنسبة لأنه هو مفوش رطوبة عالية، دي حاجة. الصحراء هنا فيها تنوع كبير قوي، عندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، فيها كل منطقة في المناطق دي في مصر فيها تنوع مش موجود في العالم كله، إذا كان كثبان رملية، إذا كان وديان، طبيعة ملهاش حق. يعني حتى في أي منطقة تانية مفيش التنوع ده. اللي عايز يتسلق بيطلع يتسلق، اللي عايز يمشي بيطلع يمشي، اللي عايز يركب عربية دفع رباعي بيطلع يركب عربية وبيمشي بيها في الصحراء. وده برضو بيديله حتى إن هو ما بيقدرش يعمل ده في بلده. هنا أنت في الصحراء ما عندكش الليميتيشن ده، طبعا الصحراء ليها قوانينها احنا بنمشي عليها، فده هو بيحس بالامان فعشان كده بيجي هنا، وبيجي ما عندوش القيود اللي هو عايش بيها في المدن. حتى مهما كان وضعه او مكانته او بيعمل ايه، هو لما بيجي بيبقى هو زيه زي اي حد، بيبقى خلاص انا مش عايز حاجه تانية. احنا عندنا فرصه كبيره جدا، الناس كلها بقت خلاص ان التكنولوجيا بقت مسيطره على العالم كله، مبقاش فيه وقت الناس حتى تتنفس، يعني النفس حتى بحساب. هنا في الصحراء بتيجي بتمشي زي ما انت عايز، بتروح هنا بتطلع هنا، تنزل المية. حتى البحيرات عندنا من أجمل البحيرات في الدنيا كلها، ناس تنزل المية، عايز تتمشى، عايز شوية مغامرات، بتطلع تلعب بالعربية شوية. الأطفال أنا دايماً لما بيكون معي أطفال صغيرين بقول سيبوا العيال يعملوا اللي هم عايزين. فأنا بشوف دايماً إن احنا عندنا فرص، وفي فرص أكتر من كده كمان ممكن إن احنا نستغلها يعني، وممكن تجيب لنا قلب اكتر من كده كمان. بما ان انت ذكرت ان الناس بتروح عشان تفصل، الولاد مفيش خط رؤيه، عينيه جايبه الاخر، الرئه مفيش ليها ليميت، انت شامم هوا نضيف، السمع ما بتسمعش حاجه، ما تسمعش ضوضاء، انت بتروح فعلا بشبهها انه انت بتشحن عشان ترجع تتعامل مع المدينه يعني. او بشبهها كمان بالزرار بتاع الريستارت بتاع الكمبيوتر. اه بالظبط، دوس ريستارت رجعت فريش، صح، تقدر تواجه الحياة بعد كده. ترجاني، رياضة الراليات والرياضات الصحراوية أو رياضيات الأدفنتشر والبيئية، أهمية هذا النوع من الأنشطة في استكمال للمنظومة بتاعة السياحة البيئية أو السياحة الصحراوية؟ احنا طبعا مصر كانت مستضيفة من اقوى سباقات العالم، وكان بطولة العالم للراليات اللي هو رالي الفراعنة على مدار 25 سنة كان بيتضرب بيه المثل انه من اصعب الراليات ومن اجمد الراليات في العالم. احنا كبوصلة كان دورنا ان عرفنا ان لو ما حصلش ما قدرناش نكمل موضوع السباقات ده كان هيروح ينتهي الى الابد، هتتنسي الرياضة، هتتنسي. وهي رياضة برضو مكلفة وفيها تجهيزات للعربيات وليها مواصفات عالمية، لازم الناس تبقى
ماشية بعربياتها بالمواصفات الأمان المعترفة عالميا. السياحة الرياضية دي أقوى حاجة دلوقتي وفي كل حتة في العالم، وبدليل يعني إحنا في دول طبعا أشقاء والمجاورة لينا انتبهوا للقصة دي واستضافوا من أجمل سباقات العالم اللي هو رالي زي داكار، وفي دول تانية بتعمل بالعشر راليهات في السنة. فإحنا بصراحة يعني من باب الغيرة على بلدنا وكده بنحاول إن إحنا نفضل نجتهد، سواء إحنا كمنظمين يعني إحنا معنا فريق منظم كبير، والفرق نفسها اللي بتنافس من بتصرف من جيبها بسبب إن مفيش دعم برضو في الميديا جامد بالنسبة للرياضات دي، ففي ناس بتدفع من جيبها كتير وبتصرف كتير على أساس الرياضة دي تفضل عايشة. دلوقتي اللي انت بتعمله رالي محلي، رالي محلي دي بطولة الجمهورية للراليهات الصحراوية في مصر، احنا قائمين عليها بقالنا 11 سنة دلوقتي، الحمد لله متوفقين فيها وقادرين نعمل السباقات، لكن طبعا بيقابلنا تحديات كل سبق متعبة جدا، وهي اللي مبطئانا ان احنا ناخد خطوات اعلى من كده. يعني هنروح للتحديات، بس انا حابب اسال سؤال، عندك معلومة مثلا المملكة العربية السعودية راحت جابت رالي داكار؟ تمام. اللي انا عارفه ان هو بتدفع لهم فلوس عشان يرضوا يعملوا اللي يحطوا يحطوا المملكة على الخريطة بتاعتهم. هو اصلا ان انت تخش في خريطة كبطولة عالم، ده غير ان هم مستضيفين حاليا ده اصعب رالي في العالم واقوى رالي في العالم. يعني أنا الأرقام مش في ذهني دلوقتي، بس هي أرقام مرعبة، يعني عدت كأس العالم للكرة القدم، عدت أرقام كميديا وإكسبوجر وناس تتفرج على سباق زي ده في كل أبطال العالم، ضرب أرقام قياسية من ساعة ما راح السعودية بصراحة، وهم عاملين شغل يعني مشرف جدا في استضافة حدث زي ده، واتمضى سنين أخرى يعني زودوا العقد ان السبق ده يفضل في السعوديه. يعني وده كان ده اللي كان منافس ليه رالي الفراعنه، كان هو كان احنا كان السبق ده وراه على طول نمره 2 كان رالي الفراعنه اللي قعد 25 سنه بيتعمل في مصر. كان بيدفع له فلوس وكان بيجي له سبونسر من الحكومه ومن شركات حكوميه هي اللي كانت بتنفذ رالي الفراعنه في مصر طبعا. وخلي بالك ما هي فكره الراليهات دي ان احنا بنتنقل في مناطق برضو زي الواحات ومناطق كده، الرالي لما بيوصل منطقة زي دي بيشغل المنطقة كلها سياحيا، بالميكانيكية بتاعتهم، بالمحطات البنزين، بأكل شرب. لا أنا شفت المتابعين متابعين قد إيه. فطبعا عشان كده العالم كله موضوع سباقات أصل العربيات ابتدى ينتشر جامد جدا في كل الدول، فإحنا آملين إن إحنا كنا رواد في القصة دي، عاوزين نوصل تاني إن إحنا نبقى من أقوى الدول وعندنا أحلى صحراء في العالم. يعني على رأي طبعا هاني وكده إحنا عندنا تنوع مش موجود في أي حتة في العالم، يعني أنت ما بين كل منطقة والتانية في نفس الصحراء، يعني الصحراء الغربية لوحديها غير الشرقية وكده، عندك تنوع طبيعة جيولوجية مختلفة كمان. ولما كنا بنتكلم مع أبطال العالم اللي كان بيجوا يسابقوا في رالي الفراعنة كان ده تعليقهم، بيقولك إحنا كل 10 كيلو بنخش في منطقة غير اللي قبلها خالص، دي مش موجودة في أي حتة في العالم. الصف العربي انت بتجيب سياحه اجنبيه، لكن انت عندك سياحه مصريه كتير من خلالك شافوا مناطق جديده في مصر ودخلوا صحراء جديده في مصر. انتوا شايفين ال السياحه الصحراويه او المجتمع الصحراوي ازاي؟ اولا احنا لازم نعرف ان احنا مصر تقريبا اكتر من 95% منها صحراء، دي البيئه بتاعتنا، فكل مكان بتمشي فيه انت بتكتشف فيه حاجه حلوه في البلد. كل ما بتتعمق جوه الصحراء او في الاماكن اللي بنقول عليها بعيده ان هي حوالينا، بتلاقي اماكن تستاهل ان هي تبقى حاجه زي الاثار. السياحه الصحراويه دي عايزين نعرف ان هي بتمثل دخل تقريبا 10% من مستوى الدخل السياحه في العالم، فدي حاجه مش قليله. لما نكون احنا بلدنا مليانه بالبيئه الصحراويه والاراضي الصحراويه المترامية الاطراف، في اماكن في منتهى الروعه ومحميات كبيرة جدا في البلد، ومش عارفين نستغل دوت لشوية تحديات بنحاول ان احنا نتغلب عليها. عندنا اجيال طلعت كتيرة جدا من في الفترة اللي فاتت من اخر 10 سنين، الناس عرفت يعني ايه صحراء، عرفت يعني ايه تسيب البيت بتاعها وتقدر تخرج تخيم في الصحراء، تقدر تعمل كامب في الصحراء. الاطفال عرفوا ازاي هم يقدروا يروحوا يستمتعوا بالصحراء، ما بقاش الموضوع موضوع رملة وخلاص، لا بيعرفوا يعملوا العاب واكتيفيتي، بيشوفوا عينيهم حاجات ما شافوهاش قبل كده.
فالفكر نفسه بتاع الاطفال وبتاع الشباب الكبار اتغير، ما بقاش ان انا طالع الصحراء لمجرد ان انا ممكن اتوه او يحصل لي مشكله، لا انا طالع الصحراء بستمتع. فازاي اوفر له البيئه واوفر له الاماكن اللي ممكن نعمل بيها سياحه صحراويه بجد تعيد على البلد وعلى المنظمين وعلى الناس اللي بتشتغل في القصه دي كدوره كامله للتشغيل. فاحنا عندنا شويه حاجات كتيره جدا جدا عايزين نتكلم فيها تخلي الموضوع ده يتطور ويخلينا نتنقل فيه من مكانه الى مكانه اخرى تانية خالص. احنا لينا بعض اصدقائنا زي ما تفضلوا اصدقائنا قالوا، في ناس مننا يعني كويسين في الصحراء جدا سابوا البلد وراحوا في حته تانية، في ناس في بلاد جنبينا مجاوره بتبتدي دلوقتي او ابتدت في السياحه الصحراويه وابتدت تاخد الكوادر الحلوه المهمه في مصر، بقت هم هناك عندهم ايقونات الصحراء، واحنا هنا عندنا شويه صعوبات مش قادرين نتغلب عليها. عندنا هنا بيئه صحراويه اشخاص وناس ذو مقامات كبيره قوي في الصحراء، كلنا مستعدين ان احنا نمد ايدينا في ايدين صناع القرار. طحون، من وجهة نظرك ايه الفرص الضائعة اللي احنا شايفينها؟ ايه الفرص اللي ضايعة مننا دلوقتي؟ اولا زي ما مصطفى قال، بداية السياحة الصحراوية اللي بجد مش هقول اسماء بس يعني في البلاد دي مصريين، زي ما احنا بنروح ننبهر بالتلج في اوروبا هو بنبهر بالرمل، صح فعايز يشوف الكلام ده، وبعدين عايز يشوف الجانب الثقافي او الكالتشر بتاعت المكان، لبس البدوي، الاكل المشوي، مش عارف ايه. فالفرص الضائعة في كده لما احنا نكون في مصر اوائل الناس اللي اشتغلت في السياحة الصحراوية او السياحة البيئية من زمان، وعندنا مستكشفين مثلا زي احمد باشا حسنين اللي استكشف في الصحراء كلها بسميها صحراء ليبيا وكان بيجي فيها اجانب كمان، لما نكون احنا كل بلاد دي مثلا بلاد زي المغرب والاردن والامارات وعمان ودلوقتي السعودية داخلة بقوة وبقية طبعا العالم، واحنا اللي عندنا طبيعة مختلفة زي ما اصدقائنا قالوا ان في تنوع قوي جدا، الاستثمار ده بيروح مننا. معلش طبعا الدول دي دول شقيقه، لكن في الاخر بتعامل كموضوع من وجهه النظر بزنس. انا السايح بتاعي منافسه، انا السايح بتاعي السايح ده سايح انا عايز دور على ايه؟ دور على صحراء. طب الصحراء دي جميله، مناظر جميله، كل مناطق فيها اماكن جميله، لكن هي فيها اللوجيستكس بيهايند، يعني انا دلوقتي بالنسبه لي المكان هوفر لي خدمات عامله ازاي؟ انا كمستثمر هقدر الناس هتستقبلني ازاي؟ الترانسبورتيشن، الامن، و ازاي انا اخد التجربه دي؟ فكل ده بيروح مننا. ليه؟ لان احنا كنا في مصدر في مكان سباق، اتاخرنا، وقفنا، ما اتطورناش، هم اتحركوا بسرعه جدا جدا جدا، والبساط مش بينسحب، هو انسحب بشكل قوي ولازم ان احنا نحاول نلحقه. هاني، انت بتطلع رحلات كتير مع اجانب، لو قارنا الاجنبي اللي بيطلع الصحراء 3 4 ايام او واتيفر المده اللي بيقعدها في الصحراء مقارنه باللي بيروح يقعد في شرم الشيخ او في الغردقه اسبوع، تقريبا الصرف بيبقى قد ايه؟ الضعف تقريبا، لان ده سايح، نوع سايح، وده نوع سايح تاني. السايح الصحراء مختلف طبعا، هو عارف ان هو طالع كل حاجه بتتعمله مخصوص، هو طالع عارف ان الاكل ليه هو، الشرب ليه هو، العربيات ليه هو، الخدمه كلها ليه هو، الجايدنج ليه هو، بس مش لحد. ما حسيتش يا هاني قبل كده ان هم بيخافوا؟ يعني طبعا هو لو بيخاف مش هيجي، ده نمره واحد، ان هو الاجانب بيخافوا وبيعملوا ريسيرشز قبل ما يجي لك او يطلع معاك كويس قوي قوي. ولما بيجي بيبقى عارف ان هو طالع مع مين او هيروح فين، ما هوش زي فندق. يعني فندق مثلا ممكن لو هيجي يقول لك مثلا الاكل مش كويس، النظافه مش كويسه، ما اعرفش ايه، الصحراء ما ينفعش، فلازم تكون فيها كل المكونات الكامله كلها، المكونات من الامان، من الشرح، من النظافه، من كل حاجه. تشاهدون بعد قليل. والبساط مش بينسحب، هو انسحب بشكل قوي ولازم ان احنا نحاول نلحقه. بفضل الف اسابيع او شهور عشان اخد تصريح، وفي الاخر ما باخدش تصريح. مفيش جهه بتديك تصريح انك كمصري تبقى في الصحراء. مش تلاقي في مصر مكان من 300 ل 500 كيلو يتوافق لك عليه؟ بناشد من خلال برنامج اني صناع القرار لازم يقعدوا مع الكائنات الصحراويه،